بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهواء. النهاردة بنستكمل في مادة التفاضل بقية دروس النهايات. أول درس هناخده النهاردة بإذن الله نهاية المالا نهاية. عندنا قاعدة بتقول أن نهاية واحد على سين لما السين تقترب من المالا نهاية بتساوي صفر، وده سببه لأنه إحنا عندنا قاعدة تانية بتقول إنه كلما زاد المقام قلت قيمة الناتج، فلما تبقى السين بتقترب من اللا نهاية فيبقى المقام كبير جدا جدا جدا، فالناتج تقريبا بيساوي صفر. علشان كده بنقول نهاية واحد على سين لما السين تقترب من اللا نهاية بتساوي صفر. طيب لو كانت مش واحد، لو كانت ألف، نقول له برضو نهاية ألف على سين لما السين تقترب من ما لا نهاية بتساوي صفر. طيب لو كانت سين أس نون، نقول له برضو نهاية ألف على سين أس نون بتساوي صفر. عايز يقول لك إنه لما تبقى السين في المقام يبقى الناتج بيساوي صفر، سواء على أي وضع السين، لو كانت واحد على سين، لو كانت ألف على سين، لو كانت ألف على سين أس نون. طب تعالى خدها من الناحية التانية، نهاية سين لما السين تقترب من الما لا نهاية، والسين هنا تعتبر في البسط، يبقى الناتج ما لا نهاية. طب بلاش سين، خليها ألف، ألف سين، نقول له نهاية ألف سين لما السين تقترب من الما لا نهاية بما لا نهاية. طيب خليها ألف سين أس نون، نقول له برضو نهاية ألف، نهاية ألف أس سين، ألف سين أس نون لما السين تقترب من ما لا نهاية بما لا نهاية. عايز برضو يقول لك إنه على اختلاف شكل السين، سواء كانت لوحدها أو معاها ألف أو مرفوعة أس نون وسين في البسط، الناتج ما لا نهاية. عايزين نتفق على القاعدتين اللي هو اليمين والشمال، لو سين في المقام الناتج بصفر، لو سين في البسط الناتج بما لا نهاية. النهارده موضوع درسنا نهاية الما لا نهاية، وهناخد نهاية الدوال المثلثية في تفاضل طبعا. ناخد أول مسألة عندنا، أول ما بيجي لك مسألة فيها نهاية كسر كده على طول احنا بنقول جملة ثابتة ما بنغيرهاش، بنقسم على أكبر أس في المقام، بنقسم على أكبر أس في المقام. طب ليه يا مستر بتقسم على أكبر أس في المقام؟ علشان أضمن إن المقام بيساوي واحد، يبقى هنا بقى السين بتاعتنا سين أس 2، فده أكبر سين أس 2 في المقام، هقسم كل الدالة دي على سين أس 2، فتبقى نهاية سين لما تقترب من ما لا نهاية، يلا معايا أقسم بقى 5 على سين أس 2 ب5 على سين أس 2، 6 سين على سين أس 2 ب6 على سين، ها سالب 3 سين أس 2 على سين أس 2 هيطلع فيها سالب 3. طب اقسم معايا هنا 2 سين أس 2 على سين أس 2 فيها ال 2، 3 سين على سين أس 2 فيها الايه؟ 1 على سين. بالموجب 4 على سين أس 2 ب4 على ايه؟ على سين. انت حضرتك قلت لي يا مستر انه لما تبقى السين في المقام الناتج بيساوي صفر. طيب ما هو فعلا كده 5 على سين تربيع دي هتبقى بصفر، ودي هتبقى بصفر، ودي هتبقى بصفر، ودي هتبقى بصفر، امال هيبقى ايه؟ هيبقى 3 سالب 3 على 2. نفهم من كده حاجه مهمه جدا، اذا كان اكبر اس في البسط بيساوي اكبر اس في المقام، الناتج هيطلع المعامل على المعامل. هنكتبها مع بعض اهو، اذا كان اكبر اس في البسط بيساوي اكبر اس في المقام، الناتج بتاع المسألة هيطلع معامل أكبر أس على معامل أكبر أس بتاع البسط وبتاع المقام. احنا طلعنا الناتج سالب 3 على 2، ده معامل أكبر أس في البسط وده معامل أكبر أس في المقام. طب هل أنا ممكن أحلها كده على طول؟ اه ممكن تحلها لو مسألة اختياري أو مسألة موضوعية، أختار من بين الأقواس أقول له دي س تربيع بتساوي س تربيع هنا، الأس اللي في البسط بيساوي الأس في المقام، الناتج يبقى سالب 3 على 2. لكن لو المسألة برهان أو إثبت أو مسألة مقال، إيه لا لازم احنا نحلها على طول. أيوه، تعال نشوف مسألة كمان. أفكرك تاني عنوان حلقتنا نهاية الما لا نهاية ونهاية الدوال المثلثية، وأفكرك برضو إن المادة اللي إحنا بناخدها النهاردة تفاضل. يلا بقى معايا،
برضو مسألة هنا جاية لي كده، فبقول له أكبر أس في المقام هنا سين أس 3، فأقول له بالقسمة على سين أس 3 بسطا ومقاما. إحنا بنقسم على أكبر أس في المقام ليه يا مستر؟ علشان أضمن إن المقام يبقى واحد. لما تقسم سين تكعيب على سين تكعيب يطلع الناتج كام؟ واحد. يلا نقسم مع بعض كده. إحنا هنقسم كده أهو واحدة واحدة بقى. 7 سين تربيع على سين تكعيب يطلع الناتج 7 على سين. ها 1 على سين تكعيب يطلع الناتج 1 على سين تكعيب. ها 4 سين تكعيب على سين تكعيب فيها الأربعة. 8 سين على سين تكعيب يبقى 8 على سين تربيع. ها 1 على سين تكعيب بيبقى بواحد على سين تكعيب. واحنا زي ما قلنا قبل كده ان الحاجات دي بتصفر، يعني دي تطلع بصفر ودي تطلع بصفر ودي تطلع بصفر، اي سين في المقام يطلع بصفر، فالناتج هيبقى ايه بقى؟ خلي بالك هنا صفر زائد صفر هيطلع بصفر، هنا 4 ناقص صفر ناقص صفر هيطلع ب4، وصفر على 4 فيها الكام؟ صفر. بس انا ضامن ان المقام ما بقاش صفر عشان انا قسمت اكبر اس في المقام على كل الداله بسطا ومقام. ونخرج من القاعده دي انه اذا كان اكبر اس في البسط اقل من اكبر اس في المقام، يعني اكبر اس هنا كان سين تربيع اكبر اس هنا كان سين تكعيب، يبقى الناتج هيطلع بصفر. يبقى خلي بالك الحاجات دي احنا بنخرج منها بقواعد عشان بعد كده لما تقابلنا في اي مسألة نقول له الناتج هنا هيطلع صفر. لو اس بسط اكبر اس في البسط اصغر من اكبر اس في المقام، الناتج يطلع بصفر. تعال نشوف مسألة كمان. المسألة المرة دي بقى أكبر أس في البسط أكبر من أكبر أس في المقام. بس أنا وأنا بقسم على أكبر أس في المقام مهما كان الدالة فيها أس أكبر منه، أنا بقول له بنقسم على أكبر أس في المقام. مين هو؟ سين أس 4. هقسم عليه بسطا ومقاما. يلا نقسم بقى نهاية سين تقترب من الملا نهاية. نقسم تحت الأول 6 سين أس 4 على سين أس 4 فيها 6، 13 على سين أس 4 فيها 13 على سين أس 4، 5 سين أس 7 على سين أس 4 تبقى 5 سين تكعيب، زائد 2 سين على سين أس 4 تبقى 2 على سين تكعيب، ناقص 1 على سين تكعيب سين أس 4. ها أي حاجة فيها سين في المقام بتصفر، يبقى ديت هتطلع بصفر، دي هتطلع بصفر، دي هتطلع بصفر. الله، ده طلعت فيها لسه فيها سين، والسين في البسط يا استاذ انا قلت لك لما تبقى السين في البسط الناتج بيبقى ما لا نهايه، يبقى الناتج هنا 5 في ما لا نهايه بما لا نهايه على 6 برضه بما لا نهايه، اذا الناتج هيطلع ما لا نهايه. امتى الناتج يطلع ما لا نهايه؟ لو كان اس البسط اكبر من اس المقام. تعال نقول الملحوظه دي مره تانية، والكلام كله على اكبر اس للمتغير سين. يعني انا بتكلم على اكبر اس للمتغير س، لو اكبر اس للمتغير س في البسط بيساوي اكبر اس للمتغير س في المقام، الناتج هيطلع المعامل على المعامل. لو اكبر اس للبسط اقل من اكبر اس للمقام، الناتج هيطلع بصفر. لو اكبر اس للبسط اكبر من اكبر اس في المقام، الناتج هيطلع ما لا نهايه. الملحوظه دي مهمه جدا وبتخليني ممكن احل مساله اختياري بسرعه جدا. لو لقيت اس البسط في المتساوي في البسط وفي المقام، يبقى الناتج المعامل على المعامل. لو لقيت اس البسط اصغر يبقى الناتج يطلع صفر. لو لقيت اس البسط اكبر يبقى الناتج هيطلع ما لا نهايه. يعني انا لو انا عندي مساله اختياري زي دي ولقيت هنا دي سين اس 7 ودي سين اس 4، على طول كده اقول له المساله دي هتطلع ما لا نهايه. لكن لو مساله مقال وقال لي اوجد، فبضطر ان انا بحلها وبقنعه بالخطوات اللي عايز احلها. مساله هنا فيها اقواس، ومسائل الاقواس دي احنا بنحلها بطريقه جميله جدا. اولا بدل ما هنضرب، نبص كده نضرب بس اول حاجه سين تربيع في سين بسين تكعيب، يبقى اكبر اس هو سين تكعيب. بس بعد كده هقول له ايه؟ هقسم القوس اللي فيه سين على سين، والقوس اللي فيه سين تربيع على سين تربيع، يبقى انا كده قسمت مره على سين ومره على سين تربيع، يبقى قسمت على سين تكعيب. يبقى انا هقول له هنا هنقسم على اكبر اس في المقام. فين هو ده بقى؟ نقول له هضرب ده في ده كده، ها سين تربيع في سين بكام؟ بسين تكعيب، يبقى انا هقسم على سين تكعيب. بس انا مش هقسم فعليا على سين تكعيب، ده انا هعمل ايه؟ خد بالك معايا بقى هعمل ايه. هاجي على القوس ده
هقسم على س، هقول له 2 س على س فهل 2 زائد 3 على س. هاجي على القوس ده هقسم على س تربيع، اقول له 4 س تربيع على س تربيع فيها الاربعه ناقص 5 على س تربيع. هاجي على القوس ده هقسم على س تربيع هيبقى 3 ناقص 8 س تربيع. هاجي على القوس ده في س هقسم على س يبقى 5 ناقص 3 على س. بالمنظر ده انا ريحت روحي، لانه المفروض انه اقواس لابد ان انا اضربها، فبدل ما انا ضربتها بدل ما اضربها عملت ايه؟ كل قوس قسمت على السين اللي فيه. هنا في سين قسمت على سين، هنا في سين تربيع قسمت على سين تربيع. يلا بقى نقول له ان السين تقترب من الملا نهايه، يبقى اي حاجه فيها سين في المقام بصفر. تعالى معايا كده بقى، ده بصفر، ها ده بصفر، ها ده بصفر، ها ده بصفر. طب اتبقى ايه؟ اتبقى 2 في 4 نضربها مع بعض، 2 في 4 تطلع بكام؟ ب 8. اتبقى هنا 3 في 5، 3 في 5 ب 15. يبقى مسائل الاقواس يا حضرات كل قوس يتقسم على السين اللي فيه. واحد يقول لي لا يا مستر انا هضرب القوس في القوس وهضرب اقول له زي بعضه، بس انت هتطول شويه عننا، احنا هنحل بقى اسرع منك، لان هنقسم احنا كده كده هنقسم على س تكعيب، بس انا قسمت الس تكعيب مره هنا على س ومره هنا على س تربيع. خلي بال حضرتك السين لو دخلت جوه جذر تربيعي بتترقى، ما بتبقاش سين، بتبقى سين تربيع بتاخد الدليل اللي موجود. والسين لو دخلت جوه الجذر التكعيبي بتترقى، تترقى يعني ايه؟ يعني تزيد. ها تبقى كام؟ تبقى سين تكعيب. والسين لو دخلت جوه جذر رابع بتترقى، فتبقى بكام؟ بسين اس 4. والسين لو دخلت جوه الجذر الخامس بتترقى، تترقى يعني ايه يا استاذ؟ يعني السين تبقى سين اس 5. السين بتاخد اس دليل الجذر لما تخش جوه. هنا مسألة فيها جذرين، جذر تكعيبي وجذر تكعيبي تربيعي. يبقى احنا بنيجي نقول له ايه؟ اكبر اس في المقام سين تكعيب اهي، بس جوه الجذر التكعيبي تبقى سين. يعني اكبر اس في المقام هو الجذر التكعيبي لسين تكعيب تطلع بسين. طيب لو هخش بالسين دي هنا جوه جذر تربيعي، السين هتترقى فهتبقى سين تربيع. ولو هخش بالسين دي جوه الجذر التكعيبي، السين هتترقى هتبقى ايه؟ تبقى سين تكعيب. يبقى تعالى معايا بقى، انا كده كده بقسم على سين اهو، بس انا وانا بقسم على سين دخلت جوه الجذر التربيعي، فجاي يقسم نقول له ما بقتش سين، دي بقت سين تربيع، نقول له 9 سين تربيع على سين تربيع فيها 9 ناقص 3 سين على سين تربيع فيها 3 على سين زائد 8 على سين تربيع تبقى 8 على سين تربيع. ها اقسم هنا بقى، انا داخل اهو للسين، فسين دي هتبقى مش سين، هتبقى سين تكعيب. يلا معايا الجذر التكعيب اهو، ها 3 سين تربيع على سين تكعيب تبقى 3 على سين. ها 125 سين تكعيب على سين تكعيب ب 125 زائد 2 على سين تكعيب. مرة تانية، السين لو دخلت جوه جذر تربيعي بتزيد الأس بتاعها، بتاخد دليل الجذر معاها، تبقى بدل ما تبقى سين تبقى سين تربيع. والسين لو دخلت جوه الجذر التكعيبي بتاخد الدليل معاها، تبقى بدل ما تبقى سين تبقى سين تكعيب. انا بقسم على سين بس دخلت جوه الجذر التربيعي، بقيت اقسم على سين تربيع. انا بقسم على سين بس انا بقسم جوه جذر تكعيبي، بترقى وببقى سين تكعيب وبقسم على سين تكعيب. تعال نشوف بقى الحاجات اللي ممكن تساوي صفر. هنا السين تقترب من الملا نهايه، ها ده بكام؟ بصفر، وده بكام؟ بصفر، وده بصفر، وده بصفر. طيب يلا نطلع الناتج. نطلع الناتج، الجذر التربيعي للتسعه 3 والجذر التكعيبي لل 125 5، وتبقى المساله بسيطه جدا. بس اهم حاجه لازم تاخد بالك من الحكايه اللي بقول لك عليها دي، س لما تخش جوه جذر تربيعي تاخد الدليل معاها تبقى س تربيع، س لما تخش جوه جذر تكعيبي تاخد الدليل معاها تبقى جذر تكعيب، تبقى س تكعيب. ها س لما تخش جوه الجذر الرابع تاخد الدليل معاها تبقى س اس 4، س لما تخش جوه الجذر الخامس تبقى س اس 5. هنا انا قسمت قلت له اكبر اس في المقام س تكعيب بس جوه جذر تكعيبي فبقت س. طيب هنا هتخش هنا تبقى س تربيع، هتخش هنا تبقى س تكعيب. المسائل دي بتتكرر كتير، يدي لك مساله ويديك الناتج بتاعها، بيقول لك الناتج بتاعها 3 بس هات لي الالف وهات لي النون. نقول له طالما المساله تقول الى ما لا نهايه وطلع لها ناتج يبقى اكيد اس البسط بيساوي أس المقام، لأن المسألة حاجة من ثلاثة، يا يطلع لها ناتج يا تبقى صفر يا تبقى ما لا نهاية. فطبعا هنا
اس المقام 2 يبقى لازم دي تبقى س اس 2، يبقى اقول له بما ان س اس 2 دي في المقام يبقى على طول النون دي تطلع بكام؟ ب2، لانه طالما ليها ناتج يبقى لازم اس البسط يساوي اس المقام. طب فاكر الناتج كان يطلع ايه؟ كان يطلع المعامل على المعامل، فنيجي نقول له طب الناتج هيطلع معامل اكبر اس اللي هو 8 اللي هو الف على معامل ده اللي هو ايه 8، والناتج هيطلع هنا 3. المسألة دي لو ملهاش ناتج كنت هقول له المعامل على المعامل الف على 8. طيب الف على 8 بتساوي 3 طرفين في وسطين، اذا الالف هتساوي 24. يبقى المسألة دي قال لي اوجد قيمة الف ونون. قلت له ايه؟ أول حاجة قلت له دي ليها ناتج؟ أه ليها ناتج. طب يبقى لازم أس البسط يساوي أس المقام، لأنه ما بيطلع لهاش ناتج إلا إذا كان أس البسط بيساوي أس المقام، وبالتالي دي س تربيع يبقى دي لازم تبقى س تربيع، يبقى النون لازم تبقى تربيع. تاني حاجة لما بيبقى لها ناتج بناخد المعامل على المعامل، يعني بناخد ألف من هنا على التمانية من هنا، لأنه الباقي بيبقى صفار. يبقى نقول له الناتج مفروض يطلع ألف على 8، بس أنت مطلعه لي 3، نقول اضرب بقى طرفين في وسطين، يبقى الألف هتساوي 24. ناخد درس تاني، احنا بنحاول نجري شوية في المنهج، فبناخد من كل درس مجموعة من الأمثلة عشان نعرفك على الدرس شكله إيه. ناخد درس تاني اسمه نهاية الدوال المثلثية. نهاية الدوال المثلثية نوعين، يا إما بستخدمه بالتعويض يا إما ليه قانون بنشتغل بيه. الأول بالتعويض، لو جالي نهاية جا س لما س تقترب من الألف، وجا س دي مش مقسومة على حاجة، جا س بس كده، أو ما أقول له بالتعويض مكان السين أعوض بألف يديني جا ألف. لو جالي نهاية جتا س لما س تقترب من ب والجتا دي مش معمول فيها حاجة، نقول له نعوض تبقى تديني جتا ب. ولو جالي نهاية ظا س لما س تقترب من الجيم برضه هعوض فتبقى ظا ج. يبقى في حاجه اسمها نهايه دوال مثلثيه. يعني ايه دوال مثلثيه؟ يعني الجا يعني الجتا يعني الظا، ولو هي جايه لوحدها كده من غير ما تتقسم على حاجه ومن غير اي حاجه يبقى الحل هو التعويض، ان انا بشيل السين واحط العدد اللي انت بتقوله. واشهر مساله بالتعويض هي نهايه جتا س لما السين تقترب من الصفر، فبعوض فيديني كام؟ 1، لان دي هنشتغلها كتير قوي. نهايه جتا س لما الس تقترب من الصفر، فبعوض عن الس جتا صفر بكام؟ بواحد، فالناتج يطلع بواحد. تعال بقى للقانون. القانون بيقول انا لو قسمت لك جا الف س على ب س لما الس تقترب من الصفر الناتج يطلع الف على ب، يعني المعامل على المعامل، بس بشرط لازم الزاويه اللي هنا تبقى هي نفس الزاويه اللي هنا، هي نفس الزاويه اللي في ايه؟ في تقول. يبقى لازم الزوايا انما المعامل يختلف مش مشكله. يبقى ما بنقول له نهايه جا الف س على ب س لما س تقترب من الصفر تطلع الناتج الف على ب. طبعا اشهر صوره للشكل ده اللي هي نهايه جا س على س لما س تقترب من الصفر، وهنا المعامل واحد وهنا المعامل واحد فيطلع الناتج بواحد. طيب في قانون تاني، قانون للظا. نهاية ظا ألف س على ب س لما س تقترب من الصفر فبيطلع المعامل على المعامل، يعني يطلع ألف على ب، بس لازم السين تقترب منين؟ من الصفر. لازم الزاوية اللي هنا تبقى هي نفس الزاوية اللي هنا، تبقى هي نفس الزاوية اللي هنا. وأشهر أسلوب للكلام ده لو المعامل واحد، يعني نهاية ظا س على س لما س تقترب من الصفر فالناتج يطلع بواحد. طلع واحد ليه؟ لان انا خدت المعامل بتاع السين هنا وخدت المعامل بتاع السين هنا، واحد على واحد فالناتج بيبقى واحد. طب يا مستر الجتا ملهاش قانون؟ لا الجتا ملهاش قانون، بس ليها ملحوظة مهمة جدا. الجتا ملهاش قانون، احنا بنحل بقانون الجا والظا، انما الجتا ليها ملحوظة مهمة بنكتب عليها. ايه ملحوظة؟ بيجي يقول لي نهاية واحد ناقص جتا س على س لما س تقترب من الصفر تطلع بصفر. نهاية واحد ناقص جتا س على س لما س تقترب من الصفر تطلع بصفر. إذا النهاية حاجتين، يا إما جاية لي الجا من غير أي شكل وهشتغل بيها بالتعويض فبعوض بالألف لو الس بتساوي ألف فتطلع جا ألف، أعوض بالب فتطلع جتا ب، أعوض بالجيم فتطلع جا جيم. وقلت لك أشهر قانون للتعويض هو نهاية جتا س لما الس تقترب من الصفر. طب ليه يا أستاذ ده مشهور ليه كده؟ لأنه الدوال التانية برضو بتقترب من الصفر، فإحنا لو ما جت معانا الجتا نعوض ما نعملهاش قانون، فنقول له نهاية جتا س لما س تقترب من الصفر تطلع بكام؟ بواحد. عندي قانون
نهاية جا سي نهاية جا ألف سين على به سين، الناتج يطلع ألف على به. نهاية ظا ألف سين على به سين، الناتج يطلع ألف على به. طب وهو الجتا ملهاش قانون يا مستر؟ لا، الجتا ليها ملحوظة، وملحوظة مهمة جدا. نهاية واحد ناقص جتا سين على سين، لما السين تقترب من الصفر يطلع الناتج بصفر. ناخد عدة أمثلة تدريبية كده بسيطة، الغرض منها إن إحنا نطبق القانون. نهاية جا 3 س على س، الناتج يطلع ب3. نهاية ظا 2 س على س، الناتج يطلع ب2. نهاية جا 5 س على 3 س، الناتج يطلع 5 على 3. نهاية س على ظا 7 س، الناتج يطلع 1 على 7. خلي بالك القانون لو معدول او مقلوب ناتج المعامل على المعامل، فما فيش فيها مشكله الحكايه دي. لكن عايزك تاخد بالك من حته مهمه جدا، اللي هي ايه بقى؟ نهايه ج س تربيع على س تربيع لما س تقترب من الصفر. هنا الزاويه اسمها س تربيع، الناتج يطلع المعامل على المعامل، او مثلا لو خلينا دي 3 المعامل على المعامل، فالناتج يطلع 3. لكن لو انا جيت قلت لك نهايه ج 3 س الكل تربيع على س تربيع، هنا التربيع مش على الزاويه، التربيع على الجا، فانا المفروض ان انا بفك الجا اقول له ج 3 س في ج 3 س، وافك السين تربيع دي، هنا س وهنا س، وبالتالي ده يطلع 3 وده يطلع 3، 3 في 3 ب9. فرق ما بين التربيع على السين تربيع ولا التربيع على الجا؟ لو على السين تربيع يبقى المعامل على المعامل، لكن لو التربيع على الجا، الجا بتتفك جا في جا، وكل سين تربيع تحت تاخد لها سين هنا، يبقى جا 3 سين على سين وجا 3 سين على سين. مهم قوي الفرق بين الاثنين، حتى الفرق واضح في الناتج، هنا الناتج 3 انما هنا الناتج 9. نستكمل بقية المسائل اللي احنا بندرب نفسنا فيها على القانون. فنهايه جا 2 س على ظا 3 س، مفيش قانون كده، امال اعمل ايه يا استاذ؟ نقول له بالاسم على س، فتبقى جا 2 س على س وظا 3 س على س، كده بقت دي شكل قانون ودي شكل قانون، النهايه لما س تقترب من الصفر. ها نهايه جا 2 س على س فيها الاثنين، ونهايه ظا 3 س على س فيها الثلاثه، ويبقى الناتج 2 على 3. طيب هنا يا مستر هنعمل ايه؟ نقول له هنقسم على س لجميع اطراف المساله بسطا ومقاما. يلا نقسم على س كده. هقسم هنا على س، هتبقى جا س على س، وهسيب الجتا زي ما هي. هقسم هنا على س يبقى فيها الواحد. هقسم هنا على س تبقى فيها الواحد، وهسيب الجتا زي ما هي. عوض بقى كده، هنعوض في الجتا جتا صفر بواحد. جتا س نهايه جا س على س فيها الواحد، جتا صفر فيها الواحد، والناتج يطلع واحد على واحد فيها الواحد. خلي بالك وانت بتقسم هنا مش بتدور على اكبر اس في المقام زي الملا نهايه، لا، انت بتدور على اكبر داله مثلثيه. هل هي بالتربيع؟ هل الزاويه بتاعتها تربيع؟ لا، انا محتاج اقسم على مين؟ محتاج اقسم على السين عشان اطبق القانون، يبقى السين تربيع ملهاش دعوه، مش هخاف منها. يبقى انا هقسم على س، هقول له كده بالقسمه على س. امتى اقسم على س تربيع؟ لو عندي في المساله جا تربيع س، او عندي في المساله جا والزاويه س تربيع، يبقى اقسم على س تربيع. يبقى انا مش ببص على اكبر اس في المقام، انا ببص هنا على اكبر داله مثلثيه عندي، هي داله واحده ولا داله تربيع ولا الداله والزاويه تربيع؟ هنا ساعتها هقسم على س تربيع، لكن الخلاف كده انا بقسم على س. يلا نقرر نقسم على س، تبقى ظا 3 س على س ناقص جا 4 س على س، وهنا س تربيع على س فيها الواحد فيها س، وهنا فيها الاثنين. يلا نطبق القانون على كل واحده فيهم. ظا 3 س على س فيها الثلاثه، جا 4 س على س فيها الاربعه، ايه نهايه الداله دي لما س تقترب من الصفر بصفر زائد 2، يطلع الناتج 3 ناقص 4، يطلع الناتج 3 ناقص 4 بسالب 1 على 2. مرة تانية بنقول لك لما تجيلك مسألة زي دي ما تفكرش تقسم على أكبر أس في المقام، فكر شوف معاك دالة مثلثية شكلها إيه؟ أنا معايا ظا 3 س، طب دي محتاجة إيه؟ أقسم على الس. طب أنا معايا جا 4 س، طب دي محتاجة إيه؟ أقول له أقسم على الس. طب لو كان معايا جا تربيع
أربعة سين، يبقى أنا محتاج أقسم على سين تربيع، يبقى بقرر أقسم على سين تربيع على حسب الدالة المثلثية اللي عندي مش على حسب السين اللي عندي. تعال نشوف مسألة كمان. نهاية 2 سين في جا سين على 7. الله يا مستر، ده الجا والسين مضروبين في بعض، طب انا عايزهم مقسومين. نقول له دي 2 على سين، خلي بالك انا هضرب في مقلوبها في سين على الاتنين بسطا وفي سين على الاتنين مقاما. لما تيجي تضربهم بقى في بعض كده، الاتنين تروح مع الاتنين والسين تروح مع السين، فدي كده راحت، فبقت نهاية جا سين على 7 على سين على الاتنين. لما السين تقترب من الصفر، لما السين تقترب من الصفر، الناتج المعامل على المعامل. طب معامل دي كام يا مستر؟ 7. طب معامل دي كام يا مستر؟ نص. وعندنا قاعدة بتقول مقام المقام بيتقلب بسط، فالناتج يطلع 2 على 7. لا مش فاهم يا مستر، لا اعيدها تاني. نقول له تعالى تاني، السين اللي هنا والجا مضروبين في بعض، انا عايز اتخلص من دي. عايز تتخلص من اي حاجه اضربها في معكوسها الضرب، بس اضربها من عندي؟ لا، هتضربها بسطا ومقاما، عشان وكانك ضربتها في واحد. ما انت لما تضرب دي هنا وتضربها هنا، يبقى كانك ضربتها فين؟ في واحد. طيب يلا نضربها بقى، 2 على سين في سين على الاتنين عدد في معكوسه بواحد. طب اتبقى مين؟ اتبقى جا سين على 7 في سين على الاتنين. ها الناتج، نهاية سين لما تقترب من الصفر اللي جا زاوية على زاويتها، المعامل على المعامل. طب هو سين على 7 ده المعامل بتاعه ايه؟ 7. طب وسين على الاتنين المعامل بتاعه ايه؟ نص. طب اعمل ايه في السبعة على النص دي يا استاذ؟ نقول له مقام المقام يتقلب بسط، يطلع فوق يتضرب فيه، يبقى 2 على 7. طب ورينا المسألة دي يا استاذ بتحل ازاي؟ نقول له تعالى معايا اهو، نهاية سين لما تقترب من التلاتة دي هدخلها جوه علشان انا عايز اشوف الصفر، تبقى س ناقص 3 تقترب من الصفر. نهاية الدوال المثلثية يبقى لازم تقترب منين؟ من الصفر. طيب جا دي هقول له هاخد 3 عامل مشترك، هتبقى س ناقص 3. حلو قوي، ادي على الزاوية هنا س ناقص 3 والزاوية هنا س ناقص 3. طب وتحت اخد 2 عامل مشترك، 2 س على الاتنين فيها الس، 6 على الاتنين فيها الثلاثة. الله، ده هنا الزاوية زي الزاوية زي الزاوية اللي في تحت النهاية، ده كلام مظبوط. امال الحل يبقى ايه؟ نقول له المعامل على المعامل. المعامل كام؟ 3، والمعامل هنا كام؟ 2. يبقى جا 3 الزاوية على 2 الزاوية لما الزاوية تقترب من الصفر، جا 3 الزاوية، الزاوية اسمها ايه؟ س ناقص 3 على 2 الزاوية، يبقى تعالى ناخد المعامل على المعامل والناتج يطلع 3 على 2. تعالى شوف المسألة دي. الحل أول ما أشوف مسألة فيها جذر جذرين كده يبقى أقول له بالضرب في المرافق، يبقى هاجي في المسألة كده أقول له نهاية جاس على جذر س زائد 2 ناقص جذر 2، وهضرب في المرافق فوق جذر س زائد 2 زائد جذر 2، وهضرب في المرافق تحت اللي هو جذر س زائد 2 ناقص جذر 2. عدد في مرافقه يبقى الأول في الأول ناقص الثاني في الثاني، هتبقى نهاية لما س تقترب من الصفر لجا س، وده عبارة عن س زائد 2، الأول في الأول يديني اللي تحت الجذر، ناقص الثاني في الثاني يديني اللي تحت الجذر. الله، طب ما انا ممكن اطير دي مع دي، تمام، ودي اعمل لها نهايه لوحديها اللي هي جذر س زائد 2 ناقص جذر 2. يلا بقى نهايه جذر س على س فيها الواحد. طب ونهايه دي لما س تقترب من الصفر، خلي بالك دي زائد، ها يبقى احط هنا صفر تديني جذر 2، وهنا جذر 2 يبقى 2 جذر 2، والناتج يطلع 2 جذر 2. لا يا مستر وضح لي تاني على مهلك كده شويه. نقول له تعالى معايا كده بالراحه، انا شفت هنا جذر س زائد 2 ناقص جذر 2، قلت له على طول بالضرب في المرافق، مرافق العدد ده ايه؟ هو بالناقص، خدته انا بالزائد اهو، يبقى جذر س ناقص 2 زائد جذر 2، وهنا جذر س زائد 2 زائد جذر 2. ضربت العدد في مرافقه، العدد في مرافقه الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني،
اضرب بقى معايا الجذر في الجذر يعطي ما داخل الجذر، اداني س زائد 2، الجذر في الجذر يعطي ما داخل الجذر يديني 2، بس بينهم علامة ناقص. الله، طب ما دي موجب ودي سالب راحوا مع بعض، فأصبح جا س على س، جا س على س لما س تقترب من الصفر بواحد. طب أنا هاخد نهاية الدالة للمرافق اللي فضل ده اللي هو جذر س زائد 2 زائد جذر 2، أعوض عن السين بصفر يبقى بقى لنا جذر 2، وهنا في جذر 2 الناتج يطلع 2 جذر 2. ما تنساش قاعدة أنا اديتها لك ويمكن تكون أنت نسيتها، بفكرك بيها تاني، نهاية لما س تقترب من الصفر لواحد ناقص جتا س على س الناتج يطلع بصفر. أنا شايف هنا واحد ناقص جتا س وهنا واحد ناقص جتا س، طب إيه رأيك لو قسمنا على السين بسطا ومقاما؟ فهقسم المقدارين دول كده، واحد ناقص جتا س على س زائد جا س على س، والمقدارين دول برضو واحد ناقص جتا س على س ناقص جا س على س لما س تقترب من الصفر. هي القاعدة دي اللي خلتني أعمل كده، وخدت كمان واحد ناقص جتا س الاتنين مع بعض قسمتهم على س، فطبعا نهايته بصفر، وده النهاية بتاعته بصفر، وده نهايته بواحد، وده نهايته بواحد، فالناتج يطلع صفر زائد واحد على صفر ناقص واحد، وهيطلع الناتج واحد على سالب واحد، وفي الآخر هيطلع بسالب واحد. مسألة فكرتها جميلة جدا، بس تعتمد على الملحوظة اللي بنقولها لحضرتك إن نهاية واحد ناقص جتا س على س بتساوي صفر. أخدنا في حساب المثلثات إنه جا 180 ناقص س بتساوي جا س. طب ما ممكن نعدلها ونخليها جا باي ناقص س بتساوي جا س. طيب الزاوية تحت هنا في المسألة دي س ناقص باي، أنا عايزها باي ناقص س، آخد سالب عامل مشترك، يبقى نهاية أهي، أنت عايزها باي ناقص س، أخليها لك باي ناقص س بس آخد سالب عامل مشترك. بس دي يا أستاذ جا س، نقول له ما أنا عندي الجا س أهي ممكن أشيلها. ما أنا فكرتك بحساب المثلثات عشان كده. أنا هشيل جا س وأحط مكانها جا باي ناقص س. وهنا هكتبها برضو باي ناقص س تقترب من الصفر، كده بقت ده الزاوية على الزاوية لما الزاوية تقترب من الصفر. الناتج يطلع المعامل على المعامل، المعامل هنا واحد والمعامل هنا سالب واحد، يبقى الناتج هيطلع سالب واحد. مرة تانية افتكر حساب المثلثات، احنا عندنا جا 180 ناقص س بتساوي جا س. طب ما انا ممكن اشيل ال 180 دي واكتب باي، يبقى جا باي ناقص س بتساوي جا س. طب انا عندي هنا جا س وهنا س ناقص باي، الس ناقص باي سهله، ناخد سالب عامل مشترك تبقى باي ناقص س، والجا س اشيلها واكتب مكانها جا باي ناقص س. طب ليه يا مستر؟ علشان تبقى جا الزاويه على زاويتها، هنا جا س وهنا س ناقص باي مش ممكن نشتغل مع بعض كده، مش هتتحقق، لانه لازم الجا الزاويه على الزاويه. فانا عشان كده شلت الجا س وحطيت مكانها جا باي ناقص س، وعدلت لك الس ناقص باي خليتها لك باي ناقص س، انا خدت سالب عامل مشترك عشان كده، وهنا خليتها باي ناقص س، فبقت الزاويه هنا هي نفس الزاويه هنا هي نفس الزاويه هنا. طب الحل ايه يا مستر؟ نقول له المعامل على المعامل. طب معامل ده واحد، طب ما معامل ده سالب واحد، واحد على سالب واحد فيها السالب واحد. نفس الكلام هنا، خلي بالك معايا، انا عندي جتا س ازاي اخليها جا؟ اخليها جاي ب 90 ناقص س، عندي ال 90 بتبدل. طب انا ممكن كده اشيل الجتا واحط جا؟ طب ليه يا مستر؟ لانه الجتا ملهاش قانون، الجا ليها قانون. وبالتالي ايه رايك لو انا جيت قلت لك جتا س دي عباره عن جا باي على الاتنين ناقص س؟ كلام جميل، يلا نعملها بقى كده، هدخل دي جوه لان انا بحب اشوف الصفر في المساله، يبقى نهايه باي على 2 ناقص س تقترب من الصفر، هشيل الجتا واحط مكانها جا باي على 2 ناقص س. طب ويا مستر دي ايه دي؟ انا عايزها باي على 2، نقول له تعالى خد 2 عامل مشترك او خد سالب 2 عشان تعدلها، لما بتاخد سالب بتغير اماكن المساله، هتبقى هنا بقى باي على 2 ناقص س. انا سالب 2 عامل مشترك، وكانت هنا دي س وهنا باي، السالب عمل ايه؟ خلالي دي باي هنا وس هنا، ولو دخلت هتديك نفس المساله بنفس الاشاره. كده بقت المساله باي على الاثنين ناقص س على باي على الاثنين ناقص س لما باي على الاثنين تقترب من الصفر. طب الحل ايه؟ الحل المعامل على المعامل، المعامل هنا سالب 2 والمعامل هنا واحد، ويبقى الناتج سالب 2.
المسائل اللي بتعتمد على قوانين حساب المثلثات محتاجة منك مراجعة لحساب المثلثات. وأهم قانونين بنحب نراجع عليهم هو جا 180 ناقص س بتساوي جا س، وجا تا س بتساوي جا 90 ناقص س. مهمين أوي القانونين دول وبنحل بيهم مسائل كتيرة. تعال بقى ناخد درس تاني اللي هو نهاية الدوال المعرفة بأكثر من قاعدة، أو النهاية المجزأة بالمجال بتاعها، يعني المجال متجزأ كذا جزء على اعتبار انه في كذا قاعدة في المسألة. اول ما بلاقي عند الف تختلف الدالة يمينا عن يسارا، يعني ابص على الالف كده، ابص الاقي اليمين الاقيها دالة، وابص الاقي الشمال الاقيها دالة مختلفة، فبضطر ابحث عن النهاية، حاجة اسمها النهاية اليمنى للالف، وحاجة اسمها النهاية اليسرى للالف. النهاية اليمنى برمز لها بدالة الف بالزائد، وهي عبارة عن نهاية دالة س لما س تقترب لألف يمين، فإذا طلعت لام. والنهاية اليسرى برمز لها بالرمز الدال ألف بالناقص دالة ألف شمال أو يسار، اللي هي نهاية الدالة الثانية لما س تقترب لليسار، فإذا طلعت برضو لام، يعني طلعت النهاية اليمنى بتساوي النهاية اليسرى بتساوي عدد، يبقى الدالة دي لها نهاية ونهايتها هو نفس العدد اللي احنا ايه جبناه. تاني يا مستر أنا مش فاهم. احنا بناخد نهاية الدوال المعرفة بأكثر من قاعدة، بكتشف انه عند الالف يمينا دالة ويسارا دالة تانية، وبالتالي لابد ان انا اجيب النهاية اليمنى للدالة اللي هي دالة الف عليها علامة زائد، والنهاية اليسرى للدالة اللي هي دالة الف عليها علامة ناقص. اجيب الدالتين لو متساويين يبقى الدالة دي لها نهاية ونهايتها هو الرقم اللي متساوي، لو مش متساويين يبقى الدالة دي ملهاش نهاية. لو دالة ألف يمين لا تساوي دالة ألف شمال يبقى ليست للدالة نهاية عند س بتساوي ألف. تعال نبحث الكلام ده بالراحة كده. بيقول لي إذا كانت دالة س بتساوي س تربيع زائد واحد لما س أقل من التلاتة، و3 س زائد واحد لما س أكبر من التلاتة، أوجد نهاية دالة س عند س بتساوي تلاتة. احسن طريقه للمساله دي انك تنقل المساله دي على خط الاعداد، يعني تقول له ادي خط الاعداد اهو وادي التلاته، اللي اقل من التلاته القاعده بتاعتها اسمها س تربيع زائد واحد، اللي اكبر من التلاته القاعده بتاعتها اسمها س تلاته س زائد واحد. هتبص تلاقي انه اليمين غير الشمال، عند س تساوي تلاته تختلف الداله يمينا ويسارا. طب اعمل ايه يعني؟ نقول له تعالى نجيب دالة 3 يمين. يعني ايه يا استاذ دالة 3 يمين؟ يعني النهاية لليمين اللي هي 3 س زائد 1 لما الس تقترب من ال 3 يمين. عوض 3 في 3 ب 9 زائد 1 يبقى 10. طب ما تيجي نجيب دالة 3 شمال. يعني ايه يا استاذ؟ نقول له القاعدة بتاعتك هنا اسمها نهاية س تربيع زائد 1 لما الس تقترب من ال 3 شمال. ها 3 تربيع ب 9 زائد 1 ب 10. الله، ده الدالة اليمين طلعت ب 10 والدالة الشمال طلعت ب 10، يبقى الدالة دي نهايتها 10. يبقى اجي اقول له كده، انت بتسألني عن نهاية دالة س، اقول له نهاية دالة س لما الس تقترب من التلاتة هتساوي 10. مرة تانية بنقول له عندما س تختلف الدالة يمينا ويسارا يبقى لابد ان انا اجيب دالة 3 يمين ودالة 3 شمال. انا رسمت لك الدالة دي اللي مكتوبة هنا على خط الاعداد عشان تعرف انه 3 يمين لها قاعدة وال3 شمال لها قاعدة تانية. اليمين دايما باخدها من الاكبر والشمال دايما باخدها من الاقل. تعال نشوف مسألة كمان. بيقول لي إذا كانت دالة س بتساوي س ناقص 3 لكل أس 6 ناقص 1 على س ناقص 4، كل الدوال اللي أنت خدتها، كل النهايات اللي أنت خدتها، سواء النهاية باستخدام القانون أو النهاية بالتحليل أو نهاية الدوال المثلثية أو حتى النهاية بأي شكل خدته قبل كده، ممكن يتحط هنا وعلى صورة مراجعة وبنراجع فيها. وبيقول لي لما س أكبر من الأربعة وبتساوي س زائد 2 لما س أقل من الأربعة، وهو عايز نهاية الدالة لما س بتساوي 4. أحسن طريقة إن أنت تفرد الكلام ده على خط الأعداد كده وتقول له عند الأربعة مالها؟ يمين
الدالة القاعدة بتاعتها عبارة عن س ناقص 3 الكل أس 6 ناقص 1 على س ناقص 4، شمال القاعدة بتاعتها س زائد 2، يبقى عند س تساوي 4 تختلف الدالة يمينا ويسارا، وطالما الدالة بتختلف يمينا ويسارا يبقى لابد ان انا اجيب له دالة 4 يمين ودالة 4 شمال. لاحظ انه مش بالضرورة وانا باخد النهاية ان تكون الدالة عند الاربعة معرفة، بدليل انها مش عندها يساوي هنا ولا هنا، لكن لما هنيجي ناخد الاتصال الدالة اللي هو الدرس اللي بعد كده لابد انه عند الاربعة تكون معرفة. لاحظ بص هنا كده، هنا س اكبر من الاربعة وهنا س اقل من الاربعة، طب عند س بتساوي اربعة؟ لا، يبقى ليس شرطا عند اخذ النهاية ان تكون الدالة عند س بتساوي اربعة معرفة. طب يلا ناخد دالة أربعة يمين، يمين يعني بتاعت الأكبر، وأنا راسمها هنا في الأكبر، هتبقى نهاية س ناقص 3 الكل أس 6 ناقص 1، إيه رأيك لو خليناه أس 6؟ هيزعل؟ لا مش هيزعل. ها وس ناقص 4 دي هنخليها س ناقص 3 ناقص 1. ليه يا مستر؟ نقول له عشان اخلي دي اس واحد واخلي دي اس واحد. لما السين تقترب من الايه؟ من الاربعه، الاربعه اللي انا هكتبها دي هقول له تبقى زائد 3 هنا، اسف ناقص 3 هنا تقترب من الواحد، علشان تبقى السين هنا زي السين هنا زي السين هنا. سين تقترب من الاربعه هدخل منها 3، هتبقى سين ناقص 3 تقترب من الواحد، هاخد من الاربعه دي 3 واديها الناحيه التانيه. فبقت ايه بقى؟ بقت السين اللي هنا زي السين اللي هنا زي السين اللي هنا، الاس اللي هنا زي الاس اللي هنا، الاس اللي تحت زي الاس اللي تحت، العدد واحد هنا وهنا واحد وهنا واحد، وبالتالي هطبق القانون فهيبقى 6 على 1 في 1 الكل اس 5، يطلع الناتج ب6، اذا دالة 4 يمين طلعت ب6. طيب ما تجيب بقى دالة 4 شمال، دالة 4 شمال اللي هي نهاية س زائد 2 لما الس تقترب من الاربعة شمال، عوض 4 زائد 2 طلعت ب6، الله ده النهايه اليمنى طلعت ب6 والنهايه اليسرى طلعت ب6، اقول له اذا نهايه داله س لما س تقترب من الاربعه بتساوي 6. انت سالتني عن نهايه الداله دي ايه؟ لقيت الداله دي تختلف قاعدتها يمينا ويسارا، جبت النهايه اليمنى طلعت ب6، جبت النهايه اليسرى طلعت ب6، اقول له يبقى نهايه الداله دي هتطلع ب6 لان اليمنى واليسرى طلعوا ب6. لو اليمنى واليسرى اختلفوا يبقى هذه الداله غير موجوده عند س تساوي 4. تعال نشوف مساله كمان. بيقول لي في عندك دالة هي مثلثية، انت لسه واخد الدالة المثلثية ولما س اكبر من الصفر واقل من باي على 4، وعندك دالة تانية جتا س لما س اقل منين؟ من الصفر. احسن طريقة انك تعوض تفرغ الدالة دي على خط اعداد. افرغها ازاي يا استاذ؟ ارسم خط اعداد كده واقول له ادي الصفر اهو وادي الباي على 4، الدالة اسمها ايه؟ نقول له الدالة اسمها 5 س زائد ظا 2 س على 6 س زائد زائد جا س. ها واللي اقل من الصفر كام يا استاذ؟ نقول له جتا س. ها بص كده على الصفر هتلاقيه يمينا قاعدة وهتلاقيه يسارا قاعدة تانية، يعني عند س تساوي صفر الدالة تختلف يمينا عن يسار، وبالتالي خلي بالك، وبالتالي علشان اخد النهاية عند الصفر، لان هو الراجل بيقول لي انا عايز نهاية الدالة دي عند صفر، عشان اخد النهاية عند صفر لابد ان انا اجيب النهاية اليمنى واجيب النهاية الايه؟ اليسرى. تعال نجيب له بقى دالة صفر يمين. دالة صفر يمين دي يعني عايز النهاية لخمسة س زائد ظا 2 س على 6 س زائد جا س لما الس تقترب من الصفر. ده لسه الدرس ده لسه واخدينه يا مستر، هنعمل ايه؟ هنقسم على س. ليه يا مستر؟ نقول له لان الظا دي محتاجه س تتقسم عليها والجا دي محتاجه س تتقسم عليها، انا ماليش دعوه بالسين اللي هنا موجوده كام، ممكن تبقى س اس 3 ممكن تبقى س اس 4، ماليش دعوه، انا ليا دعوه بالداله المثلثيه محتاجه ايه. فهاجي اقول له نقسم على س، ها 5 س على س فال 5، ظا 2 س على س نكتبها ظا 2 س على س، ها 6 س على س فال 6، جا س تبقى جا س على س. يلا نطلع الناتج، الخمسة خلاص طلعت، ها دي بكام؟ باتنين. ها الستة زي ما هي، دي بكام؟ بواحد. الله، خمسة زائد اتنين سبعة، ستة زائد واحد سبعة، يبقى الناتج هيطلع بكام؟ بواحد.
يبقى احنا كده جبنا دالة صفر يمين، يلا نجيب دالة صفر شمال. بص كده الشمال ايه؟ جتا س. بص للصفر اهو، ادي اليمين احنا جبناه، عايزين نجيب الشمال، فهنيجي نقول له دالة صفر شمال. شمال دايما بترمز دي بالرمز الناقص، وهي عبارة عن نهاية جتا س، ها لما السين تقترب منين؟ من الصفر. انا قلت لك اشهر دالة بنعوض بيها هي دالة الجتا لما السين تقترب من الصفر. ليه شهيرة ليه كده؟ نقول له لانها بتساوي كام؟ بتساوي واحد. الله، ده انا جبت دالة صفر يمين طلعت بواحد، وجبت دالة صفر شمال طلعت بواحد، استفاد ايه؟ اقول له يبقى نهاية دالة سين لما سين تقترب من الصفر تطلع هي كمان بايه؟ بواحد. انت سالتني وقلت لي انا عندي داله اهي، عايز نهايه الداله عند س بتساوي صفر، بصيت على الصفر لقيته يمينا قاعده وشمالا قاعده تانية. اذا كانت عند س تختلف القاعده يمينا ويسارا، يبقى لابد ان انا اجيب له داله صفر يمين وداله صفر ايه؟ شمال. داله صفر يمين اجيبها طلعت بواحد، داله صفر شمال اجيبها طلعت بواحد، يبقى الدالتين متساويين، يبقى الداله دي ايه؟ لها نهايه ونهايتها تساوي واحد. اذا طلعوا مختلفين يبقى ليست للداله نهايه عند س بتساوي صفر. تعالى بقى ناخد مساله كمان. لو دالك نهايه مقياس والمقياس فيه دالة من الدرجة، دالة كثيرة حدود، يبقى النهاية تعوض بيها على طول. فهو الراجل بيقول له نهاية س لما تقترب من ألف بتساوي 3 س زائد 2 بتساوي 14، فما قيمة ألف؟ فأنا عندي قاعدة الراجل لسه بيقول لي عليها أهو، نهاية مقياس 3 س زائد 2 لما الس تقترب من الالف بتساوي 14. انا عشان اجيب النهايه ديت مش هعرف المقياس، لا اعوض. امال امتى اعرف المقياس؟ اعرف المقياس لو الداله دي مش كثيره حدود، داله جاه، داله جتا، داله كسريه، اعرف المقياس. لكن لو الداله دي كثيره حدود بنحقق تعوض. فتعالى نستخدم حقنا بقى، نقول له يبقى 3 الف زائد 2 بتساوي 14، وودي الاثنين الناحية التانية يبقى 3 ألف بتساوي 12، واقسم على التلاتة اقول له يبقى ألف هتساوي 4. اوجد قيمة ألف، ألف تساوي 4. مرة تانية اذا اداني هاي دالة مقياس والمقياس ده جواه دالة كثيرة حدود، واحد يقول لي يعني ايه كثيرة حدود؟ يعني دالة مكتوبة على سطر واحد وأس المتغير س فيها عدد طبيعي، يبقى دي دالة كثيرة حدود، اللي هي الدالة الخطية اللي خدتها، الدالة التربيعية، الدالة التكعيبية، الدالة الثابتة، كل دي دوال كسرات حدود. ساعتها أعوض تعويض مباشر، أطلع الناتج وأقول له وأساويه بالإيه؟ بال 14. تعال ناخد مسألة موضوعية فيها اختيار، بس المسألة مهمة جدا، لأنه أحيانا بدل ما يجي يقول لي أوجد نهاية الدالة دي، لا يقول لي الدالة دي لها نهاية بس هات لي ألف وب. فهو مديني دالة معرفة بأكثر من قاعدة، قال لي فيها دال س بتساوي 3 س تربيع زائد أ ناقص 2 لما س أكبر من التلاتة، وبتساوي 2 س زائد ب لما س أقل من التلاتة، وقال لي الدالة دي لها نهاية عند س بتساوي 3، والنهاية دي بتساوي كام؟ 16. أوجد أ زائد ب. فتعالى برضو زي ما تعودنا نرسم المسألة عند التلاتة. اليمين اللي هو الأكبر اسمها 3 س تربيع زائد أ ناقص 2، الشمال اسمها 2 س زائد ب. والمفروض طالما إن الدالة، بما أن الدالة لها نهاية، يبقى معنى كده إنه دالة 3 يمين تساوي دالة 3 شمال. تعال نجيب دالة 3 يمين ونساويها بدالة 3 إيه؟ شمال. ها دالة 3 يمين، دالة 3 يمين المفروض إنها بتساوي 16. دالة 3 يمين اللي هي بالزائد هتبقى عبارة عن نهاية 3 س تربيع زائد أ ناقص 2 لما الس تقترب من 3 وأساويها ب 16. أعوض 3 تربيع ب 9، 3 يبقوا 27 زائد أ ناقص 2 المفروض إنها بتساوي كام؟ 16. إيه رأيك لو ودينا الاتنين الناحية التانية هتبقى 18، يبقى الألف هيساوي 18 ناقص 27، يعني الألف هيساوي سالب 9، ده من 3 يمين. طب ما تيجي نقول له بقى برضو دالة 3 شمال هي كمان هتساوي 16، دالة 3 شمال المفروض انها هتساوي 16 طالما انت قلت لي الدالة لها نهاية. طيب يعني نهاية
2 س زائد ب لما الس تقترب من الثلاثة المفروض انها تطلع ب 16. عوض كده 2 في 3 ب 6 زائد ب بتساوي 16، ودي ال6 الناحية التانية تبقى ال ب بتساوي 16 ناقص 6 هتطلع بكام؟ ب 10. خلي بالك هو في المسألة لا طالب ب ولا طالب ألف، أمال طالب إيه؟ طالب ألف زائد ب. أنا جبت الألف بسالب 9 وجبت ال ب ب 10 والناتج هيطلع بكام؟ ب 1. والناتج هيطلع بكام؟ ب 1. فهنطلع بقى نقول له ايه؟ يبقى ألف زائد ب تطلع ب 1. ممكن تبقى في مسألة، نرجع تاني بقى لمسائل اللا نهاية ونقول له ممكن تبقى في مسألة تبقى على سطر واحد بالمنظر ده كده، ويقول لي ايه؟ س تقترب من النهاية لجذر س تربيع ناقص 2 ناقص جذر س تربيع زائد س. اعمل فيها ايه يا مستر دي؟ نقول له نضرب في المرافق. لما تلاقي مسألة ملهاش مقام واحنا كل شغلنا بنقسم على اكبر اس في المقام، يبقى لابد ان احنا نضرب فين؟ في المرافق. فتبقى المسألة بالمنظر ده، نهاية جذر س تربيع ناقص 2 ناقص جذر س تربيع زائد س لما وهنا على 1، وهضرب انا بقى في المرافق اللي هو جذر س تربيع ناقص 2 زائد جذر س تربيع زائد س على جذر س تربيع ناقص 2 زائد جذر س تربيع زائد ايه؟ س. يلا نضرب في المرافق. هو الضرب في المرافق معناه ايه يا استاذ؟ نقول له الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني، ولما يبقى جذر في جذر يديني مداخل الجذر. الكلام ده لما س تقترب من ما لا نهايه، يبقى نهايه لما س تقترب من ما لا نهايه. يلا نضرب مع بعض. الاول في الاول جذر في جذر يعطي مداخل الجذر، يبقى س تربيع ناقص 2 ناقص ناقص الثاني في الثاني اللي هو هيديني كام؟ س تربيع زائد س على الجذر التربيعي لس تربيع ناقص 2 زائد الجذر التربيعي لس تربيع زائد س. ها يلا كده بقى هندخل السالب عليها، فهتبقى سالب س تربيع سالب س، ودي بالموجب ودي بالسالب، يعني كده البسط هيبقى عبارة عن سالب 2 وسالب س على الجذرين اللي احنا قلناهم اللي هو س تربيع ناقص 2 زائد جذر س تربيع زائد س. تعال نعملها كأنها مسألة من جديد بقى، أهي بقت نهاية سالب 2 سالب س على جذر س تربيع ناقص 2 زائد جذر س تربيع زائد س. ها لما الس تقترب من اللا نهاية. أكبر أس في الدالة إيه؟ نقول له س تربيع، لا جذر س تربيع. أكبر أس في المقام جذر س تربيع. طب يبقى بكام؟ يبقى بس. يعني أنا هقسم على س؟ أيوه، بس إذا دخلت جوه جذر تربيعي الس مش هتبقى س، أمال تبقى إيه؟ تبقى س تربيع. وإذا دخلت جوه جذر تكعيبي الس مش هتبقى س، أمال تبقى إيه؟ تبقى س تكعيب. الس بتترقى لو دخلت جوه الجذر. تترقى يعني إيه يا أستاذ؟ يعني الأس بتاعها بيكبر. بيكبر كام؟ نقول له حسب دليل الجذر. جذر تربيعي الس تبقى أس تربيع، جذر تكعيبي الس تبقى أس تكعيب، جذر رابع يبقى الس أس أربعة. تعالى بقى نقسم، احنا هنقسم كل ده على س. يلا نقسم على س. ها س تقترب من ما لا نهايه. هقسم دي على س هتبقى سالب 2 على س، هقسم دي على س تبقى سالب 1. ها هخش جوه الجذر التربيعي دي هيترقى، هبقى س تربيع، س تربيع على س تربيع فيها الواحد ناقص 2 على س تربيع، زائد هخش هنا انا بقسم على س هخش هنا هترقى هبقى س تربيع، يبقى دي واحد على واحد على س. يلا نصفر بقى، نقول له دي هتصفر. يعني ايه هتصفر؟ يعني هتساوي صفر، ودي هتبقى بتساوي صفر، ودي هتساوي صفر. وفي الحالة دي الناتج هيطلع في البسط سالب واحد، في المقام جذر واحد زائد جذر واحد بايه؟ باتنين، والناتج يطلع بسالب نص. مسألة مهمة جدا لما تبقى المسألة جذرين جنب بعض كده، ويقول لك انا عايز نهايه الداله دي لما س تقترب من ما لا نهايه. نعمل ايه؟ نقول له نضرب في المرافق. ضربنا في المرافق وضربنا الاول في الاول ونقص الثاني في الثاني لغايه لما بقت في الاخر مساله جديده خالص. المرافق اتعمل هنا وهنا، حاصل ايه؟ ضرب الايه؟ الاول في الثاني اللي احنا عملناه. وبعدين بدأنا نبدأ نحل مسألة ما لا نهاية من جديد، ونقول له إيه؟ هنقسم على أكبر أس في المقام. ساعتها هنقول له أكبر أس في المقام جذر س تربيع اللي بيطلع بكام؟ بس. وهقسم على س، وأنا بقسم على س دخلت جوه جذر، يبقى لابد إن أنا هزود الأس بتاعي هيبقى س تربيع. آخر مسألة هناخدها، إحنا بنراجع لك
المسألة بتعتمد على انه لو في عندي كسر اكبر من الصفر واقل من الواحد، وانت بتاخد النهاية بتاعته نهاية الف على ب اس نون، لما النون تقترب من ما لا نهاية يطلع بصفر. لو الكسر ده اكبر من الواحد نهاية الف على ب اس نون، لو نون تقترب من ما لا نهاية يطلع بما لا نهاية. قاعدة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. علشان كده تعال نشوف مسألة زي دي بنحلها ازاي. نقول له في المسألة زي دي مسألة كلها أساسات وأسس. ها، ولما نون تقترب من المعنى نهاية بيقول لي 3 في 5 أس نون زائد 4 في 7 أس نون على 2 في 5 أس نون زائد 7 في 7 أس نون. بنقسم على أكبر أساس. أساس اللي هو السبعة، يبقى نقسم على أكبر أساس بسطا ومقاما. يلا معايا نقسم كده، فهتبقى 3 على 5 على 7 الكل أس نون زائد 4 على 7 أس نون على 7 أس نون تبقى 4 ايه فعل واحد. وهنا 2 في 5 على 7 الكل أس نون زائد 7، ما انا بقسم على 7 أس نون، 7 أس نون على 7 أس نون بيبقى فعل ايه الواحد. ها، الكسر 5 على 7 ده اقل من الواحد، يبقى نهايته بكام؟ بصفر. الكسر ده 5 على 7 اقل من الواحد، يبقى نهايته بكام؟ بصفر، لما السين تقترب من ما لا نهايه، والناتج في الاخر يطلع 4 على كام؟ على 7. مره تانية هشرح الحته دي لانها مهمه. بيقول لي لو عندك كسر اقل من الواحد، من ينحصر يعني بين الصفر والواحد، يبقى لما تاخد النهايه بتاعته اس نون ونون تقترب من ما لا نهايه الناتج يطلع بصفر. لو عندك كسر اكبر من واحد وهتاخد النهايه بتاعته الى ما لا نهايه الناتج يطلع بما لا نهايه. طب لو جات لي مساله زي دي، لو جات لي مساله زي دي اعمل ايه؟ بقسم على اكبر اساس اللي هو 7 اس نون. اقسم هنا على 7 اس نون، اقسم هنا على 7 اس نون، اقسم هنا على 7 اس نون، اقسم هنا على 7 اس نون. في الحاله دي في الاخر هتطلع ب 4 على 7. النهارده اخدنا نهاية الملا نهاية، واخدنا نهاية الدوال المثلثية، واخدنا نهاية الدالة المعرفة بأكثر من قاعدة عند نقطة، ويتبقى لنا في التفاضل الاتصال. إن شاء الله نخلصه ويبقى خلصنا التفاضل. أشكركم على حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.